مستشفى النجوم، تطورت الحالة الصحية لعادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، ولعل من أبرز هؤلاء النجوم عادل إمام وهاني شاكر بالإضافة للفنانة دلال عبد العزيز. نرصد لكم في هذا الفيديو آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكة صحية في الأيام القليلة الماضية. الفنان عادل إمام، أكد رامي إمام نقل الفنان عادل إمام خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة، وطمأن الجمهور الذي دائما يسأل على صحته. وشارك النجم محمد إمام متابعيه صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر في الصورة لافتة في أحد الشوارع عليها صورة الزعيم عادل إمام ومكتوب فيه ممثلين ونقط بس في الزعيم، وعلق محمد إمام على الصورة وكتب الزعيم وأرفق بجانبها قلبين. وضج موقع التغريدات القصيرة تويتر بصورة غير صحيحة للزعيم عادل إمام، وظهر فيها مع ابن الفنان محمد إمام، ولكن مروجي الصورة قاموا بالعبث بها وإضافة تغييرات عليها باستخدام برامج تحرير الصور. وحقيقة الأمر أن الصورة الكاذبة التي ظهر فيها عادل إمام بلحية بيضاء غير حقيقية، فهي تم التعديل عليها بإضافة لحية بيضاء عليها، أما الصورة الأصلية فهي تعود إلى حفل زفاف ابن محمد إمام الذي تم قبل سنوات قليلة. بالنسبة للفنان هاني شاكر، استقرت الحالة الصحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعد مروره بأزمة مفاجئة تسببت في إلزامه بالإقامة لعدة أيام في العناية المركزة وإلغاء حفله بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضي. وأكد هاني شاكر على تحسن واستقرار حالته الصحية في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام ومرور أزمته على خير، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة نقاهة. جمهوري الحبيب، أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دي على خير بدعائكم، دعاء الناس الطيبين اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش. الحمد لله بقيت أحسن كتير، الفترة اللي جاية هتبقى فترة نقاهة. ورد هاني شاكر على مروجي الشائعات الذين يستهدفون الانتشار وإثارة القلق على السوشيال ميديا بهذا الفيديو، معلنا إقامة حفله مرة أخرى يوم 1 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. إن شاء الله يا رب طول ما ربنا معايا وإنتوا جنبي ومعايا وبدعاكوا ليا، إن شاء الله ربنا ما يجيبش حاجة وحشة أبدا. أنا بس بطمنكم عشان الناس اللي للأسف الشديد بتستظرف. وأوضح هاني شاكر، أقول لمن يروج مثل هذه الشائعات حسبي الله ونعم الوكيل، في إشارة إلى تداول البعض أنباء حول وفاته. وبتقول أخبار مش مظبوطة وبتخض ناس كتير منكم وبتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي، لكن أنا عشان كده قلت أطمنكم بنفسي. وتعرض الفنان هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة قبل ساعات من إقامة حفله بدار الأوبرا، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة وإيداعه العناية المركزة إثر إصابته بإجهاد ومشكلات في القلب. وكشف هاني شاكر عن تطورات حالته الصحية من خلال فيديو من على سريره في المستشفى، وقال جمهوري الحبيب بعتذر عن حفلة النهاردة في الأوبرا وأنا تعبان شوية وضربات قلبي ليست جيدة، وأقوم بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل أتواجد 48 ساعة في العناية، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا. أقول لكم إن أنا في منتهى السعادة إن أنا هشوفكم قريب إن شاء الله يوم 1/8 في الأوبرا المسرح المكشوف، وأسعد بيكم وأشوفكم وأغني لكم كل من نفسكم فيه، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بخير، ومصر حبيبتي دايما بخير يا رب طول ما فيها ناس طيبة زيكم، كل سنة وأنتم طيبين.
أما بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز، فزادت التكهنات في الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وإمكانية خروجها من المستشفى قريبا بعد انقاذها بها أكثر من 70 يوما. وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قائلا أن الأمل موجود في تحسن وضعها. وأوضح دكتور محمد النادي أثناء استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا على شاشة CBC أن دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها. وأكد عضو لجنة مكافحة كورونا على أن دلال عبد العزيز لم تتماثل للشفاء وما زالت تعاني من متلازمة أعراض ما بعد الكورونا، لكن الأمل موجود دائما بالدعم العلمي الذي يساعدها على التحسن. وأوضح دكتور محمد النادي أن دلال عبد العزيز موضوعة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي غير ثاقب، أي بدون أنبوبة حنجرية، وهي حاليا قادرة على التنفس بمفردها، لكن نسبة الأكسجين تنخفض سريعا. وكان هناك في مصادر مقربة قالت أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من نقص في الأكسجين، وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم. ويخشى الأطباء أن يحدث تليف كامل في جدران الحويصلات الهوائية للرئة، الذي بدوره سيؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية الموجودة في نسيج الرئة. هذا الأمر الذي يفقد الرئة أهم وظيفة لها، وهي تحميل الدم بالأكسجين وتخليصه من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتشهد حالة دلال عبد العزيز عدم استقرار كبير، حيث تشهد أحيانا الحالة انخفاض في الأكسجين في الدم، وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها تعود إلى نسبة أعلى بقليل. نتمنى الشفاء العاجل لكل مريض.